أبرز معناها معمل في مسيرته الكروية فيها أهداف. عسلامة ومرحبا بالناس الكل. اليوم باش نحكيو على توجه الأندية التونسية في استقطاب خلينا نقولوا ملاعبية من البرازيل، على خاطر بعد نجاح الترجي التونسي في زوج صفقات في الموسم هذا، صفقة يانسيس اللي باش يعزز صفوف الترجي التونسي والمهاجم رودريغيز، زاد كيف كيف نجم الرياضي الصحي يقول لك اليوم علاش ما نشوفش السوق اللاتينية، علاش ما نشوفش السوق البرازيلية بالخصيص. اليوم راه فما توجه، ما هيش صدفة، اليوم توجه الأندية التونسية باش تجيب لك الملاعبين اللي موجودين في البرازيل. لأنك نجم تسأل سؤال تقول هل اليوم الأندية التونسية ما عادش خالطة على جوارات في الأفريق وإلا ما عادش فما جوارات في الأفريق؟ لهنا نجم نجاوب بزوز أجوبة، وزوز أجوبة راهو صحاح. إذا كان باش نقولوا الأندية التونسية ما عادش خالطة على جوارات في الأفريق، راهي هذه حقيقة اليوم لازم نفهموها. لأنه أنا نعطيك لي زيكزومبل نتاع يانج أفريكا تنزاني، عندها مهاجم على مستوى عالي مايلي اللي دخلت فيه ترجي تونس اللي القيمة التسويقية نتاعو تسوى 600,000 أورو، على ما أعتقد حاصيله الصفقة حوالي 1,000,000 دولار باش تجيبه وباش يكون موجود، وباش يكون ترانسفير. شكون ياخذو؟ ياخذو نادي بيراميدز ب 2.5 مليون دولار. لهنا إذا كان باش نقيسو على الأندية التونسية ومن غير استثناء، راهو حتى فريق في تونس قادر باش يشري بالمونطون هذه. معناها هذا جواب وجاوبنا عليه. اذا كان زاد باش نقدموا بالحوار وباش نحكي نقولوا على الكاليتي نتاع الملاعبيه اللي موجودين في افريقيا، رانا ما عادش نشوفوا في كاليتي باهي. ولهنا شنو لهنا نلقاو اللي السوق الاوروبيه غزات الملاعب الافريقيه، لانه تو اذا كان باش نحكيو باغ اكزومبل نعطيك يوفي في تحلك مدرسه لتكوين الشبان في افريقيا، برشا انديه في اوروبا زاد كيف كيف خاصه في الدوري الانجليزي حلولك معناها مدارس. اليوم تشوف برشا جوارات كورجيه برشا موجودين في اللونيفو كيما ديفيز بار اكزومبل، تشوف النشأة نتاعو وتشوف وين بدا الكره وين تعلم الكره، تلقاه عمره 6 و7 سنين خرج من الافريق. لهنا راك باش تقول اللي الملاعبيه هذيما من الاخر ما عادش نخطو عليهم. هذاك علاش توجه الانديه التونسيه اليوم ينجم يكون صحيح، يجيب لك استقطاب ملاعبيه كورجيه، ملاعبيه تحب ولا تكره. معناها اذا كان باش نقارنوه باللي موجود في تونس، وهذه راهو اهم نقطه، اذا كان تقول لي اليوم هل المتوسط ميدان الدفاعي ولا المتوسط ميدان الهجومي اللي جابوا الترجي الرياضي التونسي والا اللي باش يجيبوا النجم الرياضي الساحلي اللي باش نحكيوا عليه في الفيديو، خصصنا له معناها تحليل اداء كامل على طريقه تسجيل الاهداف، على الوقفه نتاعو، على البلاسمون نتاعو، برشا باللي ديتاي. تقول لي راهو اليوم الملاعبيه هذوكم ماهوش موجودين في تونس، ما عندناش كل الملاعبيه اللي تبدل لك الريتم، ما عندناش كل الملاعبيه اللي في الواحد واحد يفسخ لك ملاعبي تكنيكمون. راه فما فرق ما بين تفسخه بالفيتيس هو يجي من جهه وانت تدز من جهه اخرى وتفسخه، ليه ليه قولوا احنا معناها انك تاخذ قدام اللاعب تعمل جيست تكنيك، تعمل ما نعرفش انا رولات، تعمل جو جون، بالمهم تعدي اللاعب. ما نطولوش عليكم برشا، خلينا نذكروا باسم الملاعب هذا اللي هو ويلي باربوزا. الملاعب هذا 30 عام تقريبا، اخر نادي نشط فيه في رومانيا حاليا من غير نادي، معناها ترانسفير باش يكون ترانسفير ليبر. اذا كان باش نحكيو على الاهداف نتاعو اللي سجلها، ملعب 262 مقابله، سجل فيهم 63 هدف، زاد كيف كيف عطى 28 باس معناها اسيست. لهنا يعتبر رقم ممتاز وممتاز جدا لملاعبي برازيلي يلعب في برشا انديه على مستوى الاوروب والا نحكيو على البرازيل، واللي اكيد راهو اضافته للنجم الرياضي الساحلي راهو تقريبا خلينا نقولوا حاصله على المعطيات اللي تفرجنا فيها على اللاعب. راهو اليوم انا ما نحبش نجزم، لكن حسب اللي شفناه وتفرجنا فيه حاجه ايجابيه جدا. ابرز معناها معمل في مسيرته الكرويه فيها اهداف، فيها طريقه تسجيل الاهداف عن طريق ضربه جزاء، فيها التمريرات نتاعو ترانزيسيون، برشا حاجات نشوفوهم. لهنا شوفوا الفتنه نتاع الملاعبي، معناها جيتو الكره هكا الملاعبي اللي حاول انه باش ما يعطلش الكره معناها تسجل هدف. نشوفوا لهنا التحرك نتاعو ينطلق بسرعه يفكسي ديفونسور ويعديه، ممتازه جدا اللقطه هذه بصراحه، معناها رابيديتي اللي لاحظوا في الصوره. نشوفوا لهنا زاد كيف كيف لابيل دوبا، شوفوا الرابيديتي لما ياخذ الكره، لما ياخذ الكره يبدل الريتم، شونجمون دو ريتم، على يعمل لك على الاقل 10 متر بالكره. هنا التسديده من بعيد رائعه ورائعه جدا. لهنا تشوفوا اللاعب زاد كيف كيف اللي ياتي من الخلف وما يحشمش، معناها ديريكتومون يعمل كنترول يشوت يسدد. لهنا زاد كيف كيف مره اخرى ياتي من الخلف، هذه زاد ممتازه تعتبر حاجه ايجابيه للاعب. نشوفوا لهنا التحرك نتاعو معناها كنترول، معناها كيفاش بريسك فسخ بيه الديفونسور، ولهنا اللي يلوش باش يفكسي، معناها شوف كيفاش الكوندوي دو بال بالو بيي يفكسي الديفونسور ويعطي باس وقت اللي صاحبه يطلب بلاصه صحيحه، ممتازه جدا معناها الاكسيون هذه ممتازه ونتسجل هدف منها. لهنا شوفوا التمركز نتاع اللاعب اللي يحضر لهنا في الصوره، معناها يطلع ممتازه، تطلع مليح ويضرب بالراس ممتازه، هذه مره ثانيه معناها يضرب بالراس، مرة هذه إضاعة الكرة ممتازة. هذه ملاحظات نجم تقولها على اللاعب، لأنه يضرب بالراس مليح يسدد من بعيد، لأن نشوفه في الأكسيون تحسه كم تعلم اللاعب كان يمشي يشوط معناه.
ممتازه جدا لاكسيون هذه اللي تخدمت في الاخر رضاعه الكره اللي هنا يطلب بطريقه صحيحه كنترول اورينتي معناها كنترول دو با يعملوا بسيق ويشوطوا بالاخرى. هذه ممتازه جدا وتربح المهاجم والمتوسط ميدان الهجومي برشا وقت. شوفوا لهنا زاد كيف يضرب مره اخرى بالراس ويسجل هدف، هذه ثالث معناها تسديده راسيه وعزوز في الكاج واحده ضيعها. لهنا شوفوا الانطلاقه السريعه معناها بصراحه معناها فيه السرعه فيه الكاليتي نتاع الشوط من بعيد فيه يضرب بالراس مليح ممتاز اللاعبي هذا. نشوفوا لهنا التمركز نتاعو زاد كيف يضغط يحاول يفك الكره يضغط على المنافس يساهم بشكل كبير. شوف لهنا هو معناها تقريبا اللي ضغط وكان هو السبب في تسجيل هدف الفريق. ولهنا ياتي من الخلف قدامه يشوطها والحارس يتألق فيها. نشوفوا لهنا طريقة طلبينه الكرة معناها كيفاش يشق وراء الديفونسور ورأسية يسجل لهنا هدف. معناها شوفوا التمركز نتاع اللاعب ممتاز جدا. لهنا مرة أخرى معناها كيفاش باش يعمل لهنا يقولوا احنا الترانزيسيون كيفاش يصعد بالكرة ما شاء الله عليه. ما قد أنا نتصور لو يعملهم الحاجات هذم في بطولة تونس يكون من أحسن ما فما في البطولة الوطنية لأنه الكاليتي هذه مفقودة. أنا قاعدين نتفرجوا بالطبيعة وهذا نحكموا مع الفيديو اللي قدامنا من بعد ينجح يفشل هذاك موضوع آخر. شوفوا لهنا يتبع معناها ممتازة جدا اللقطة هذي راهو معناها برشا مهاجمين في بالو ساي لاكسيون خرجت وفات. لهنا زاد لابيل دوبا معناها ما بين زوز ديفونسيرات في الاسباس فيد ممتازة جدا وينطلق انطلاقة سريعة. وحتى لهنا بربي خليني نرجع لهنا اللقطة هذي لهنا نرجع للقطة مرة أخرى خلينا نركزوا فيها أكثر. لهنا شوف معناها شوف الانطلاقة شوف الدياغونال معناها شوف لملياعبي تحس روحك معناها أنت ماشي ديريكتومون ومن بعد الفيتيس ورابيديتي لهنا صاحبك اوتوماتيكمون يفهم باش يعطيك الكره. ولهنا لاحظوا لنا كيفاش كلي ما قعدش يمشي في نفس التراجكتوار قص قدام الديفونسور يمسو بينالتي والا يسجل هدف. ولهنا يسجل هدف لهنا راسيه اخرى زاد كيف كما قلنا معناها يضرب بالراس مليح. نشوفوا لهنا طالبينه في الكره معناها كيف يطلب معناها بريسك يتبع في الاكسيون. لهنا الذكاء نتاع اللاعب والفتنه والوقفه نتاعو صحيح. لهنا شوفوا لين دو يعاودوا له مره اخرى يعاود يندو مرة أخرى تبدل الكرة. هذه ممتازة جدا اللقطة هذه اللي كانت تسببت في هدف. لهنا تمركز اللاعب على ما تقدر رأسية نعم رأسية أخرى ويحطها اللي ضيعت الكرة هذيك. لهنا شوفوا ما طريقة تسجيل لضربة جزاء يختار كوان يحطها. شوفوا لهنا كيفاش تلب الكرة كنترول ويشوت بالسقل الأخرى معناها شوفوا القوة متاع اللاعب ما جات من جهة اليسار كنترول وشوت بسقيه ما شاء الله معناها ممتازة جدا. لهنا كنترول ممتاز جدا معناها تعمل كنترول بسيق وتشوت ديريكت مو بسيق الأخرى مش تربح الوقت. شوفوا لهنا زادة كيف يربح لهنا الثنائي يسجل هدف. لهنا في الدور الدفاعي ممتاز شوفوا اللاعب معناها يكون متمركز وراء السونتر معناها حاجة ممتازة والانطلاقة متاعه سريعة يتعدى أي مدافع. لاحظوا لهنا في كرة أخرى كيفاش ياخذ الكرة ويسدد من بعيد ممتازة جدا. شوفوا الملاعب اللي هنا ياخذ الكرة ديريكت مو يلوش في البروفوندور ممتازة اللقطة هذه. لهنا كنترول معناها ما عملش كنترول تحسك الفتنة متاع الملاعب معناها خلى الكرة معناها اون كور قاعدة تجري وتجاوز المدافع تحصل على خطأ. شوفوا لهنا معناها اشتر دورة ممتازة جدا من حيث التسديد من بعيد معناها كان الملاعب يعمل كنترول ديريكت مو خام ديريكت الكاج. شوف الاكسيون هذه معناها فانت كور عمل قاعد محافظ على الكرة وشات ممتازة. شوف لهناك الباس بصراحة ممتاز. شوف لهنا الباس شوف كرياسيون تاع الاسباس شوف معناها الطلب في الزاوية الصحيحة في البلاصة الصحيحة ممتازة جدا اللقطة هذه معناها عطا الباس وعطا الحل لصاحبه. يعني شوف اللاعب كيف يسيطر على الكرة يلعب مع زميله يعاود معاه. شوف النظرة نتاعو فوق الميدان يحاول يحافظ على كورته زاد كيف يتجاوز معناها هنا السرعة في انتقال ويعدي معناها ديفونساريت ممتازة جدا اللقطة هذيك لأنه ما خاومش يعمل كنترول بسيق واحدة ويقعد يلوج على ساقية الأخرى. يعني ضربة جزاء يعني تمركز اللاعب ممتاز جدا. شو الباس معناها في ظهر ديفونساريت ممتاز الباس هذي ممتاز جدا معناها بيل دوبا ما بين زوز ديفونساريت يعطيه هكا الباس يتعدى صعب ويسجل هدف. شوف لهنا زاد كيف مرة أخرى نرجعوا لهنا في الصورة شوفوا لهنا شوف كيفاش خذاه لهنا المهاجم معناها عمل لابيل دوبا وهو معناها حاطه له في الزون الفيد. شوف معناها ممتازه جدا للاعب معناها كما قلنا لما تتفرج في الكاليتي نتاع الملاعب اليوم ما تنجمش تقول اللي اللاعب ما عندوش كاليتي. فما حاجات دو بوينت تنجم تخرجهم من فيديو كي تتفرج في لاعب معناها تقول اللي الملاعب هذايا ممتاز مثلا بالراسيات كي تشوف الملاعب متوسط ميدان هجومي سجل لك
ولا أكثر من تقريبا 6-7 أهداف يسجلهم ويسجل 28 هدف، زادة كيف التسديدات من بعيد. رأو فهم ملعبية هذيك هي الصبغة متاعه انه يعمل كنترول ديريكت يخمم في الكاج، وفهم ملعبية كي تقتلو كي من عارش انا تسايبو يلعب على راحته 100 سنة ما يشوتش حتى مرة على الكاج. النقطة اللي كنت زادة أشرت لها وتحدثت عليها هي الشانجمون دو ريتم والشانجمون اللي يعملوا، يعني يقول لك الكرة مش ديريكتومون ياخوها ويزيد يطيح في الريتم ويزيد يخلطوا معنا ديفونساريت ولا ليها، ديريكتومون ياخوها كنترول يترع في الريتم، ولما تطلع في الريتم وتسرع في الريتم راهو أكيد لهنا راك باش تخلق التفوق، باش تخلق الديزيكيليبر في دفاع الخصم وتسجل أهداف. ميرسي بوكو على المشاهدة، يعطيكم الصحة، نتلاقاو في الفقرة القارة نتاعنا باش نحكيو فيها على المنتخب الوطني التونسي.